لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. لكنه نبي هو خير البشر، ماذا قال؟ قال: يا فاطمة ألا أدلك على شيء هو خير لك من ذلك؟ قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قد قولت ثلاث مرات في الصباح وفي المساء. ما معناها؟ هدفها نداء واستغاثة: يا حي يا قيوم. هذا كيقوله هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو خفي. منهم من قال هو يا مالك الملك، منهم من قال هو يا حي يا قيوم، منهم من قال هو يا مغيث أغيثني وغيرها. ولكن الراجح أن اسم الله الأعظم هو يتنوع، ولكن في الراجح هو هذا: يا حي يا قيوم. الحي هو كل ما في الوجود يموت ويبيد ويفنى، إلا الله جل جلاله كان موجود قبل الوجود، أول قبل الوجود، آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، ما معنى قيوم؟ يعني قيوم السماوات والأراضين، كل المخلوقات ويقوم بشؤونهم، كان الرعاية الربانية والعناية الإلهية بكل المخلوقات، بعالم الملائكة وعالم الجن وعالم البشر وعالم الحيوانات وغيرها من العوالم التي لا نكاد ندركها. فالله تعالى يقوم على الجميع، من البشرية كل شيء كيعطي الله الطعام والشراب والصحة وكيعطي الخير. إمتى كيكون نقصان؟ غير من باب تنبيه الغافلين. عاد الله سبحانه وتعالى كيستطع لنا شي وباء أو شي زلزال أو شي إعصار غير باش تنبيه الغافلين، وإلا في الأمور العادية فالله تعالى هو صاحب العناية والرعاية، هو القيوم، يقوم على شؤون الخلق، طعامهم وشرابهم وصحتهم وتجمعهم، كل شيء بتدبير المولى سبحانه وتعالى. فعلمها أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة هذه كتسمى الاستغاثة بالرحمة، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء في كل المجالات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية شأني كله، يعني كل أمورك الصحية والنفسية والعقلية، الحياة الزوجية، العلاقة مع الأولاد، العلاقة في الخدمة، تدبير الميزانية، علاقتك مع الناس، كل شؤونك ربي عز وجل يتكفل لك بها. هذا القصير وحاجتك مقضية، كيتسمى المدبر، يدبر الأمر، التدبير الإلهي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يعني أنا وخن ولو رمشة عين ما تخلينيش وحدي، ما تخليني ولو في النوم ولا في اليقظة وفي الذهاب والروحة والغدوة، كن معي دوما وأبدا. هذا معنى هذا الذكر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إلى قال العبد المؤمن ثلاث مرات في الصباح ثم في المساء، وضب عليه واحد المدة، أن ذاك سوف يرى عجائب الأمور، سيرى بأن الله سبحانه وتعالى يسخر لك التسخير اللي بغيتيه في حياتك مسخرة. قد تلقى رجال الأمن والشرطة ربي يختارهم ويسخرهم لك. إذا مشيت لأي إدارة قد تلقى الناس رافعين مقام مسخرين لك، قد تلقى الأسرة ديالك كلهم مسخرين لك، قد تلقى الجيران، قد تلقى كل شيء مسخر لك، قد تشعر بأنك أنت عندك شي حاجة غريبة في حياتك، شي حاجة، كل شيء مسخر لك. بماذا؟ ببركة هذا الدعاء. فأسأل الله الكريم للا سعيدة، الله يفرج عليك الهموم، اللهم تعالى ينفس عليك الكروب، الله يرزقك رزقا حسنا ويحقق لك الرجاء،
ويبلغك المقصود. وكل من قال أمين اللهم ارزقنا وإياه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. أهلا أهلا الحاج. أهلا بك لالا يا مرحبا. ربي خير لاباس عليك. الحمد لله الشكر لله. تحية ليك تحية ليك وتحية للطاقم التقني. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك لالا. ويا دكتور طلبنا واحد الدعاء. يا رب. الله يعمل في ربي. عندي واحد حتى ما عيطت الطبا وداك الشيء ديال قالوا لي تا ورجيت الله يجيب لي الشيء فاش كون عندي خدمة مطيرة وزعي معايا. يا رب. يرحم الوالدين والناس اللي تسمعني يقولوا آمين دعوة الوالدين ودعوة المسلمين. يا الله يرحمنا. اللهم امين اللهم الله امين. الله يحميك الوالدين وشكرا لك. العفو لله سعيده. العفو لله. العفو بارك الله فيك. تحيه اليك ولاهل تارودانت الناس الطيبين اللي قلوبهم عامره بالايمان واليقين. لالا سعيده هي الحياه هي هكذا. ربنا سبحانه وتعالى منذ ان خلقها دار لها واحد التصميم. يوم لك ويوم عليك. هذه الحياه. مره كتكون انت من السعداء من المكرمين المنعمين ومرة كتكون عندك واحد النقصان عندك بلاء عندك مرض عندك ظروف ربي اللي عالم بها. هي الحياة هكذا. ربنا سبحانه وتعالى صادقنا القول وقال لنبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي إلى أن قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني ليبلوكم أي ليمتحنكم. فالحياة هي امتحان وهي معاناة. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كنوز السنة وهي أن هذه المعاناة كيوقع فيها ظروف التخفيف. وربي سبحانه وتعالى سرعان ما يعوضنا بالخيرات وبالبركات. فمثلا الحالة ديالك سعيدة أنا غنقول لك كل صباح ملي تفيقي غتقولي الدعاء اللي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. فاطمة الزهراء عليها السلام كانت لما تزوجت بسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان سيدنا علي رجل مضياف. وصعيب الرجل مضياف كتلقى دائما كيعرض لأصحابه دائما دير تجمعات في البيت دائما خاصو المواعيد والمرأة خاصها تطيب وخاصها توجد وخاصها تعد الطعام وتنظف البيت دائما وأبدا. فالسيدة فاطمة الزهراء تعبات تقهرات قالت لي يا أبتي ألا توصيلي من بيت مال المسلمين بخادم وسهم. بيت المال المسلمين كيكون هناك خادم يعني خادم في البيت يساعدها على شؤون البيت وسهم يعني الأسهم ديال العطايا بحال لزاك غيمو. أيام زمان كانوا كيتعاملوا بالأسهم. سهم كيسوى واحد القيمة معينة كتاخذوا كل مناسبة معينة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو ديك الساعة هو المسؤول وأمين بيت المال كان تحت إمرته. كان بكل بساطة يقول أؤمر لابنتي بخادم أو خادمين وأمر لها بسهم أو سهمين. كان بكل بساطة يقول هذا الكلام وينهي معاناتها. لكنه نبي هو خير البشر. ماذا قال؟ قال يا فاطمة ألا أدلك على شيء هو خير لك من ذلك؟ قال إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قد قلت ثلاث مرات في الصباح وفي المساء. ما معناها؟ هدفها نداء واستغاثة يا حي يا قيوم. هذا كيقوله هو اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم هو خفي. منهم من قال هو يا مالك الملك، منهم من قال هو يا حي قيوم، منهم من قال هو يا مغيث أغيثني وغيرها. ولكن الراجح أن اسم الله الأعظم هو يتنوع ولكن في الراجح هو هذا يا حي يا قيوم. الحي هو كل ما في الوجود يموت ويبيد ويفنى إلا الله جل جلاله. كان موجود قبل الوجود، أول قبل الوجود، آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم. ما معنى قيوم؟ يعني قيوم السماوات والأراضين كل المخلوقات ويقوم بشؤونهم. كاين الرعاية الربانية والعناية الإلهية
بكل المخلوقات، بعالم الملائكة وعالم الجن وعالم البشر وعالم الحيوانات وغيرها من العوالم التي لا نكاد ندركها. فالله تعالى يقوم على الجميع من البشرية، كل شيء كيعطي الله الطعام والشراب والصحة وكيعطي الخير. إمتى كيكون نقصان؟ غير من باب تنبيه الغافلين. عاد الله سبحانه وتعالى كيسلط علينا شي وباء أو شي زلزال أو شي إعصار غير باش تنبيه الغافلين. وإلا في الأمور العادية فالله تعالى هو صاحب العناية والرعاية، هو القيوم، يقوم على شؤون الخلق، طعامهم وشرابهم وصحتهم وتجمعهم، كل شيء بتدبير المولى سبحانه وتعالى. فعلمها أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة هذه كتسمى الاستغاثة بالرحمة، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء في كل المجالات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية شأني كله، يعني كل أمورك الصحية والنفسية والعقلية، الحياة الزوجية، العلاقة مع الأولاد، العلاقة في الخدمة، تدبير الميزانية، علاقتك مع الناس، كل شؤونك ربي عز وجل يتكفل لك بها. هذا القصير وحاجتك مقضية، كيتسمى المدبر، يدبر الأمر، التدبير الإلهي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، اللهم اقض لي أمري كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يعني أنا وخن ولو رمشة عين ما تخلينيش وحدي، ما تخليني ولو في النوم ولا في اليقظة وفي الذهاب والروحة والغدوة، كن معي دوما وأبدا. هذا معنى هذا الذكر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إلى قال العبد المؤمن 3 مرات في الصباح ثم في المساء، وضب عليه واحد المدة، أن ذاك سوف يرى عجائب الأمور. سيرى بأن الله سبحانه وتعالى يسخر لك التسخير اللي بغيتيه في حياتك مسخرة. قد تلقى رجال الأمن والشرطة ربي يختارهم ويسخرهم لك. إذا مشيت لأي إدارة قد تلقى الناس رافعين مقام مسخرين لك، غتلقى الأسرة ديالك كلهم مسخرين لك، غتلقى الجيران، غتلقى كل شيء مسخر لك. غتشعر بأنك أنت عندك شي حاجة غريبة في حياتك، شي حاجة، كل شيء مسخر لك. بماذا؟ ببركة هذا الدعاء. فأسأل الله الكريم لنا سعيدة، الله يفرج عليك الهموم، اللهم تعالى ينفس عليك الكروب، الله يرزقك رزقا حسنا ويحقق لك الرجاء ويبلغك المقصود. وكل من قال أمين، اللهم ارزقنا وإياه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا أمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.